تنامت هواية ركوب الدراجات في الأواني الأخيرة بالمجتمع لما لها من فوائد صحية عديدة، إلى أن هناك قوانين يجب على راكبي الدراجات اتباعها ذكرت بنظام المرور السعودي. المادة الأولى: يسري أحكام هذا النظام والجداول الملحقة به ولائحاته على المركبات بجميع أنواعها والدراجات، ومن المخالفات التي يقع بها الدراج تجاوز الإشارة الحمراء، السير بعكس الطريق، تعطيل مسار المركبات، الانشغال بالهاتف الجوال، رمي المخلفات، قيادة الدراجة على الأرصفة والأماكن المخصصة للمشاة، عدم لبس خوذة واقية للرأس، لبس سماعة الأذن. كما نصت المادة رقم 50 بأن الطريق للجميع وتجب مراعاة حقوق الآخرين من مستخدميه. يعذر على قائد الدراجة الآلية أو العادية التعلق بأي مركبة أو سحب أو حمل أشياء تعرضه أو مستخدم الطريق للخطر. عدم سير الدراجات في مجموعات متراصة بل فرادة وخلف بعضهم البعض محاذين للجانب الأيمن من الطريق. يحظر على سائقي الدراجات السير وسط الطريق أو يساره. عدم قيادة الدراجة بيد واحدة. لا يجوز لسائق الدراجات الانعطاف إلى اليمين أو إلى اليسار أو الاندفاع بدراجته بسرعة خطيرة. ومن الأخطاء التي يرتكبها قائد المركبة عند تجاوز الدراجين: الاقتراب عند التجاوز، الانشغال بالهاتف الجوال، التجاوز بسرعة عالية، استعمال المنبه. وفي الختام نتمنى لكم قيادة آمنة.